السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أعزائي متابعين قناة مزرعة الدواجن العمران للدواجن. زي ما انتم شايفين اليوم قمت في الصباح لقيت الصيصان عندي أكثر من 30 صوص متوفي، ميتة كلها ميتة، ويجي لها كده تعب كده فجأة ثواني وتموت، ثواني وتموت. زي ما انتم شايفين هذا هو الانتفاخ اللي يجي تحت جهة المعدة عندهم، هذا هو اللون الأسود اللي يجي عندهم انتفاخ ويدمر جميع الأعضاء الداخلية سبحان الله عندهم، فيسبب لهم وفاة سريع. فرحت عند البيطري الحمد لله ووصاني البيطري إني احط لهم الدواء هذا الدوكسي، وخشيت على احد القنوات فنصحني احد من اصحاب القناة المتابعين في اليوتيوب اني اغير التربة حقت الصيصان، والحمد لله قمنا بتغييرها. هوريكم الان كيف وضع الصيصان الحمد لله بعد شرب الدواء الحمد لله رب العالمين. أدعونا بالشفاء لهم والعافية، والآن هوريكم هم بإذن الله بعد ما فرشنا لهم تربة جديدة حطينا لهم الدواء. هذا أحبابي غطينا مكانهم، غرفة الصيصان كلها غطيناها بالطربال، قفلنا عليهم وقسمنا الصندقة نصفين، قسمنا الصندقة نصفين علشان ياخذوا راحتهم. زي ما انتم شايفين قسمناها نصفين، طبعا هذه تربتها قديمة ما علينا منها لأنه أهم شيء المكان اللي هم عايشين فيه. هذه ما شاء الله بعد ما فرشنا لهم تربة طينية جديدة كيف مرتاحين ما شاء الله، عشان التربة دافية وحارة كلهم مرتاحين ما شاء الله تبارك الله. وهذا الدواء في السقايات جالسين يشربوا، والآن الحمد لله دافي مكانهم، دافي وطيب والتربة حارة دافية لهم عشان رجولهم تدفى، لأنه جات برودة برضو في رجولهم. والحمد لله الذي وفقنا وانتبهنا لهذا التعب والمرض اللي جاهم الحمد لله. كده يجي مرض عجيب اسمه السامونيلا، هذا مرض يمسي يدمر الأعضاء عند الصيصان كلها، الكبد، الكلى، المعدة، كل شيء يدمره، يصير تحت بطنهم لون أسود كده، البطن تنتفخ وتصير لونها أسود. فإذا ما لحقت وغيرت التربة ودفيت المكان وجبت لهم الدواء الدوكسي هذا أو أي دواء أو مضاد حيوي، إذا ما لحقت وجبته فأنت هتخسر جميع صيصانك. فحبيت إني يعني أوجه لكم هذه الرسالة، لأنه هذه أمانة في أرقابنا وأعناقنا، ونسأل الله أن ربنا يبارك لنا في حلالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.